بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن الشيخ محمد بن راشد الأيوبي، هو من تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وكان عريف، كان هو ممثل الطلبة الجزائريين على مستوى ذلك. وبعد تخرجه من الجامع الأخضر عن الشيخ باديس رحمه الله، عين في مدرسة الفلاح في إيرويزن سنة 34 في شهر نوفمبر 34. وأنا كان عمري ذلك الوقت شهرين فقط، وبقي في إيرويزن لمدة 12 سنة مدرسا وإماما، ثم انتقل من إيرويزن إلى مدرسة الحجاج التابعة لجمعية العلماء. هذا ملخص على ما يتعلق بالشيخ محمد بن راشد الأيوبي. والشيخ محمد بن راشد الأيوبي من المجاهدين الأوائل، التحق بالثورة في 14 نوفمبر 54، واستمر عمله إلى نهاية الثورة، وتوفي بحادث بين بلكة ونجاوس رحمه الله ورحم جميع المجاهدين والشهداء. السلام عليكم. من مواليد 22 سبتمبر 34 ببلدية عين الخضراء ولاية نسيلة. تتمت على الوالد رحمه الله، البداية على جدي والد والدي ثم والدي. أما جدي تتمت عليه شيء من القرآن الكريم، وبالنسبة إلى الغيسن كنت تتمت على الشيخ المبارك غرابي. غرابي كان معلما للقرآن الكريم، وأتذكر أن غرابي رحمه الله له ابناني مصطفى والزهراء، هذا ابناني أتذكره جيدا. حفظت عليه نصف القرآن والنصف الثاني حفظته بالحجاجة في مدرسة الحجاجة. حياتي على كل حال مشؤونها بالمتناقضات، أقول متناقضات، لأن أنا لم أستمر في الدراسة عن الوالد رحمه الله. وسأرى إلينا في سنة 54 غابت الثورة، وقفت عن الدراسة ما كملتش، ولكن بعد الاستقلال كونت نفسي على واجتهدت وعملت. وعلى كل حال والحمد لله بعد الاستقلال، بعد ما التحقت بالثورة وجاء الاستقلال، تكونت في عين طايا سيرها، ثم اشتغلت بقطاع الشؤون الدينية لمدة 27 سنة كمدير للشؤون الدينية في كل من ولاية سطيف وبجاية والبرج والمسيلة ثم بسكرة ثم والزوب. حتى على كل حال في سنة 93 وعدت على التقاعد بطلب مني انا شخصيا، والان انا موجود في ولايه بسكره، وجزء من العائله موجود في ولايه الصيف. ونتمنى ربي ان شاء الله يوفقنا ويسد خطانا، وهذه فرصه بركه على كل حال، نبذه تاريخيه على المسيره النضاليه والمسيره العمليه. هذا